علشان نعملها اللي هي البول او الطبق بتاع السموذي. هنعملها طبعا بالبطيخ، وعندنا هنا بطيخ منزوع النوى البذر، مش عارفه ليه النوى دي ماسكه في بقي، ومجمد فراوله مجمده، مانجا قطع، انا مش عايزاها مجمده، انا هقدمها، فلو انتوا عايزينها تبقى مجمده وتاكلوها وهي مجمده اوكي، عايزينها تبقى فريش على الوش اوكي، براحتكم يعني. عندي كمان مثلثات من البطيخ زي ما قلت لكم كده، انا حاولت اخد قدر المستطاع حجمهم يكون صغير، شكلهم حلو وما فيهمش بذر. وكمان جبت نعناع من الوصفه اللي فاتت، قلت هقدم بيه برده هيبقى شكلها لذيذ في التقديم. اي هنعمل ايه هقول لكم. بسم الله. انا جبت كبه مش خلاط عشان انا مش عايزه اضيف ميه، عشان انا عايزه قوامه يبقى تقيل زي ما اتفقنا، فعشان كده استخدمت هنا الكبه مش الخلاط. لو انتوا عندكم خلاط بيطحن تلج وقوي ومش قلقانين عليه وعايزين تستخدموه مفيش مشكله، بس انا قلت لو انا استخدمت الخلاط كل الناس هتروح تستخدم الخلاط، يمكن الخلاط اللي عندكم يكون ما يستحملش فيتكسر، فقلت خليني في الكبه عشان يبقى يعني راسخ في دماغكم صوره الكبه واحنا بنشتغل. هصبر وكل شويه هقلبه يا ماثيو. حلو قوي قوي. دلوقتي لما نبتدي نغرف الناس ممكن المتابعه زي ما قلت لكم تبتدي كده تريليت الوصفه باللي بيشوفوه على الاكونتس اللي بقول لكم عليها. في ناس بره مصر دي شغلتها يعني ده المشروع بتاعها، يعني انها تعمل البول او الاطباق بتاعت السموذي، وبيتعمل عليهم رسومات واشكال، سواء كانت اشكال مجسمه زي الكيكس، او سواء كانت اشكال بالايس كريم او بعجينه السكر وتتحط فوقيها وبتعمل منها لوحات. يعني تلاقوا مثلا ان الاساس دوت مثلا لونه ازرق اكنه بحر ومحطوط عليه سمك ومعرفش ايه، بتعمل بيها لوحات فنيه بجد يعني، وبيكون ده مشروعهم، وبيكون يعني هو ده اللي هم بيبيعوه، وهم دول اللي هو بيعملوه بس، يعني ده الصنف الوحيد اللي بيعملوه. عايزه اقول والله فكره لطيفه جدا، واشكالهم بتبقى خطيره خطيره. اللي متابع بقى وبيحب الحاجات دي هيستمتع قوي بالاكونتس دي، حتى لو لمجرد يعني حتى لو احنا مش هننفذها، لمجرد المعرفه، لمجرد المتابعه بتبقى لذيذه جدا جدا. وانا انتوا عارفين بحب الاطلاع، وبحب حتى لو الحاجه مش هعملها احب اتفرج كده واتثقف واشوف الناس بتعمل ايه يعني، ووصلوا لايه وكده، دايما في افكار جديده.